السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم العبايات اللي كاينين عندي في المحل، بقوا معايا حتى لاخر الفيديو ومشاهده ممتعه. بغيت نشارك معكم هاد الجلابه هادي، شوفوا كيف كتلاحظوا هاد الطوابع، هادو عرفتوا ديالاش. هادي طبعت لي، من طبعت لي عملت لها داك البرودوي اللي سبقني شاركته معكم. انا نوريه لكم دابا باش كيزول الطابع. هيدا كيرقى بحال بوربو، وداك الساعه كيزول، حيتاش كيف كتعرفوا كليان كيجي ويشوف الجليليبات وهذا كيطبعوهم بعض المرات. هو هذا داك برودوي اللي سبق لي شاركته معكم، هذا غزال الصراحه. وهذا عملوا له السكرين وشريوه، يكون عندكم دائما موجود في المحل ولا في الدار ولا في اي موقع، كيزول اي طابع. اليوم بغيت نشارك معكم هاد العبايات هادو اللي وصلوني، شوفوا كيفاش عاملين، منبتين كاملين باليد وبالجوهر المهرس اللي صغيور، والخدمه بطبيعه الحال متقونه. كتعرفوني انا ما نشاركش معكم شي حاجه اللي ما تكونش متقونه، حتى شفتهم وتاكدت منهم وما لا ولا عاد بغيت نشاركهم معكم. شوفوا الظهر كيفاش جا، يجي مزيون. وحتى بالنسبه للون، الكحل كحل توته، عرفتوا داك كحل توته، يعني مغلوق بحال الزيتونه. واخا في التصوير يقدر التصوير يكون حقرم. ودابا غنشارك معكم العبايات اللي عندي اللي مسرجيين واللي ما مسرجينش. بالنسبه لهادي، هادي الوعره ديالهم، هادي المزيونه ديالهم، فنه جات كامله مسرجيه من الظهر ومن هنا ومن تحت جات دايره. هادي سبق لي شاركتها معكم، هادو صراحه ما بقاوش واجدين بالحق، ان شاء الله قريب غيوجدوا، غيجيو واحد الكميه اللي هي كبيره ديالهم. اي وحده بغاتها تدخل تتواصل معايا في النمره اللي طالعه حاليا في الشاشه. ها هي، شوفوا الشكل ديالها، طبعا الحال اثمنه مزيونه، اثمنه مناسبه. وكاين هادي اللي هي في النقري، طبيعه الحال الناس اللي باغيين النقري. ونزيد لكم واحد حاجه اخرى عندكم، تشوفوها اذا مسرجيين يجيب لكم الله غير ملصقين وصافي، لا مخدومين بالخيط وليبره، طبيعه الحال الخدمه متقونه. شوفوا هادي موديل ديالها مزيون وبالرقابيه، بالنسبه للطايه هادي طايه اكس ال. شوفوا وعد فيها من تحت الزواقه من تحت. بالنسبه لهذا الثوب، هذا الثوب مبرة. وكاين اخرى بحالها، ها هي النحاسي، شوفوا حتى هي مخدومه بالجوهر المهرس اللي هو صغيور، ماشي ديال هذا، ماشي ديال اللصاقه ولا شي حاجه. شوفوا الكميمات ديالها، حتى هما مزيونين، كتجي راقية في اللبسة. هادي شي حاجة ديال الحضور، يعني شي حاجة تحضر بيها وكلشي. ودابا غنشارك معكم العبايات ديال كل نهار اللي تقدروا تلبسوهم دائما، رمضان أولا مثلا شي سخرة شي عشية، المهم كيجيو مزيونين حق. بالنسبة لي هاد العبايات هادو غيصلحو لكم رمضان بزاف، وخصوصا الحمد لله دابا هاد كورونا مشات بحال علينا، كنمشيو نصليو في الجامع وداكشي. ايوا شوفوا، ولا اذا كنتو معروضين عند شي واحد العبايه في الكحل، انا قلت لكم الكحل ديالها مغلق كحل توته، حيتاش التصوير يقدر ما يبينش. وعاد اللي مزيون في الامر هو ان عندها الشل ديالها، الشل ديالها عاوتاني مزيون، شي حاجه مزيونه، والثوب ديالها كاليتي غزاله بزاف. انا دائما من زباق لكم شي حاجه عرفوا بلي هي اللي عجبتني هي الاولى. ها هي دابا نشارك معكم اخري، عندكم هذه العبايه هذه اللي جات بحال شكل شي جليليبه، شوفوا منبته عندها التنبات هنايا في النقري الذهبي، مهبط هيدا الشيتو على الكميمات. شوفوا الطايه ديالها وسيسعة، ما تديوش على هذا التكميش شويش اللي كاين، حيتاش يلاه فسخته من البلاستيكه. ومين شفت بزاف ديال التعاليق
وبطبيعه الحال بالفونه ديالها. وبالنسبه اللي بغيت نقول لكم شوف كيجيو مشدودين كاملين مشدوده، يعني ما يبان لك حتى شي حاجه اذا كنتي لابسه شي حاجه من تحت. وشوفوا اللي مزيون هو عند الظهر، عجبني هاد الزوق، عجبتني هاد الزواقه اللي في الظهر، كتجي انيقه وكلاس شوفوا، وطويله وفيهم طايات. بالنسبه لهذه طايه اكس ال، ها هي هذه من جوج، وكاينه هذه، هذه عاوتاني شي حاجه الاناقه وداكشي انيق وكلاس ومزيون. هذه فيها الخديمه اللي كتعجبني انا بزاف، اللي هي الخديمه ديال الكتفين بحال اللي كيقولوا القرض، كتجي واعره تيتكون كنخدموا انا في الجلاله بحال هاد الزواقات. بالنسبه للرشيمه، رشيمه مزيونه ومنبته كامله باليد، والحجر اللي مزيون، الحجر اللي حر ما كيكشف ما حتى شي حاجه. وبالنسبه للثوب راه بلا ما نشكروا لكم، وعاد فيها الفولار ديالها، وفيها هاد الشرويطه هذه اللي كتجي في النص، للناس اللي باغيينها مثلا بنيتات او شي حاجه يقدروا يحزموا بها. انا ما بالنسبه لي نفضل انني نلبسها هيدا وسيسعه احسن. شفتوا وكتجي واحد السليته هيدا في الكميمات مزيونه. اليوم جيت بكري باش نصور لكم، حيت ملي شفت التعاليق ديالكم والناس دخلوا عندي قلت ضروري ما نشارك معكم، واخا غير هكذا قبل ما يتلبسوا. بالنسبه وحاجه اخرى، يلا جيت اليوم الصباح بكري الحد، جبرت شحال من وحده جات لعندي باش تدي العبايات، وقلت ضروري خصني نشارك معكم باش تشوفوا تانتوما شنو كاين. شوفوا هذه كيفاش جات، هذه جات واعره بزاف، جات هواده بالحجر كامل. وهنايا شوفوا، شوفوا الحجيرات كيفاش عاطيين، وهذا داك الزمرد داك المزيان داك اللي حر، والجوهر مزيون. وهاد الزويوخه هادي بشحال عجبتني، جاتها كلاس، جاتها مزيونه بزاف، وتا هي بالفولار ديالها، حيت هادو استعمال ديال الشكل اليومي، يعني كل نهار لبسوهم. كاينه هادي تا هي عاوتاني، شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، شفتوا الجوهر كيف كيشعل بالحق مباشره احسن من الفيديو، باش تكونوا باش نكونوا متفاهمين. شوفوا عند الزواقه هنايا لتحت، والثوب ديالها مزيون، حتى هي طايه اكس ال. علاش انا جبت الطايه اكس ال؟ حيت هي اللي كتمشى بزاف، باش كتجي قد اي واحد. شفتوا عند الشرويطه ديالها اللي بغات تجيها. وبالنسبه لهذه شوفوا كيفاش جات، شوفوا القديمه ديالها كيفاش متقونه ومزيونه. بالنسبه للون راه مغلوق شويه يشعل اللي كيبان لكم في الفيديو حاليا، شوفوا شوفوا الجوهر كيف كيشعل، شوفوا شوفوا هبطه السليته هيدا، هاد السليته هادي فكرتني في البرشمان، شفتوا. وعند الشرويطه ديالها اللي هي هادي، وعند الفولار ديالها بطبيعه الحال، شفتوا حتى هي مزيونه. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا كيفاش جات مزيونه، جات مسرجيه وفي نفس الوقت خفيفه، يعني تقدر الوحده تخرج بها وكلشي. حتى هذه جات مزيونه بزاف، وحتى هي بالفولار ديالها والحزام ديالها، انا كنقول الشرويطه. شوفوا وفيها هاد الوريقات هادو مترجفين، انت هادي جات مزيونه مخدومه باليد، يعني ماشي شي حاجه غير هايدا وصافي. وكاينه هادي حتى هادي مزيونه، شوفوا حتى هي الشكل ديالها راقي بزاف، وشوفوا في الكميمات عندها هاد العيبه هادي مزيونه، صوتو كيتسمع بزاف خلي كيدير. وهاد الفولار هذا شفتو، شوفوا مزيونه، جات مزيونه في البيسه. هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الالوان،